يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، موضوع الأطباق الطائرة، رأينا الكثير من الكتب، من المشاهدات، من تجارب بعض الناس، من التقارير الإعلامية والإخبارية، ولكن الحقيقة أنا هذا الموضوع أحببت أن أحدثكم عن وجهة نظري حول واعتقادي حول هذا الموضوع. في البداية أنا على يقين كامل أن هناك مخلوقات غير البشر في الكون، أو غير المخلوقات الموجودة على الأرض، هناك كائنات فضائية أيها الأحبة. والذي يجعلني مستيقنا بهذا الموضوع هو الآية القرآنية العظيمة في سورة الشورى. الله تعالى يقول: ومن آياته، الآية تبدأ بآياته أي معجزاته، الله يحدثنا عن معجزاته. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فيهما يعني في السماوات وفي الأرض. إذن الدواب، الكائنات الحية المخلوقة من الماء، لا يقتصر وجودها على الأرض، إنما مبثوثة في الكون. وكلمة بث تشير إلى الانتشار الكبير، منتشرة بشكل كبير في الكون. ولكن أيها الأحبة، لا يتم اللقاء بين الكائنات على الأرض والكائنات الفضائية إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، لأنه هو القائل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وكلمة إذا هنا فيها نوع من التأكيد، تختلف عن كلمة إن. كلمة إن يشاء يعني قد يشاء وقد لا يشاء، ولكن إذا، كلمة إذا، مثلا نقول إذا وقعت الواقعة ستقع الواقعة، إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله جاء بالفعل. إذا كلمة إذا فيها نوع من التأكيد، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا لابد من الالتقاء. اليوم أحببت أن أعرض معكم تقريرا على موقع بي بي سي، تأملوا معي أيها الأحبة، دعونا نقرأ ونحلل. هنا موقع بي بي سي العربي يقول: تقرير رسمي أمريكي يؤكد وجود أطباق طائرة غامضة. هذا التقرير صدر، أو هذه المقالة نشرت بتاريخ 26 يونيو حزيران 2021. وهنا أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لا تمتلك تفسيرا محددا للظاهرة. ظاهرة هي مشاهدات الأطباق الطائرة المتكررة بالعشرات من قبل جنود وأفراد عاملين في الجيش الأمريكي. طبعا تقرير وزارة الدفاع يقول: هناك 144 مشاهدة لأجسام طائرة غامضة غير محددة الهوية منذ عام 2004، ولا يوجد أي تفسير إلا لمشاهدة واحدة فقط، كما لا يوجد دليل على أن هذه الأجسام الطائرة من خارج كوكب الأرض. طبعا أيها الأحبة، هنا يعني قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتشكيل لجنة للتحقيق في ظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية. هنا أيها الأحبة، كما نرى أمامنا التقرير يؤكد أن عدد كبير من الناس بحدود 144 شخص أبلغ عن هذه، وهذا فقط في أمريكا. يعني نحن لو أتيح للناس جميعا أن يراقبوا وجود كائنات غامضة في الفضاء، ربما لرأينا أضعاف هذا العدد من المشاهدات. ولكن الحقيقة لا أحد يكترث بهذا الموضوع، لا أحد يهتم به، ولكن أمريكا تؤكد وجود هذه الأطباق، أو على الأقل من شاهد هذه الأطباق. أحبتي في الله، اللقاء بيننا وبين المخلوقات الموجودة في الكون،
طبعا هذه المخلوقات قد تكون متطورة، قد تكون دواب. أنا يعني لدي تحليل في القرآن العظيم، يقول القرآن: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما ماذا؟ من دابة. من دابة، استخدم كلمة دابة هنا وليس كائن أو مخلوق. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: والله خلق كل دابة من ماء. إذن هذه المخلوقات الموجودة في الكون لابد أن تكون خلقت من الماء. لذلك حتى العلماء اليوم الذين يرسلون مسابير فضائية إلى المريخ وغيره، عندما يكتشفون وجود ماء في كوكب ما يعتقدون أن الحياة كانت موجودة أو من الممكن أن تكون موجودة اليوم. يعني حيث يوجد الماء توجد الحياة. لذلك الله تعالى أكد قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذه الكائنات أحبتي في الله لابد أن تكون موجودة على كواكب ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها ماء. دعوني أتابع معكم هذا التقرير ويعني نكتشف بعض المعلومات. الحقيقة التقرير يقول: لا توجد مؤشرات واضحة على وجود تفسير مرتبط بحضارة من خارج الأرض لهذه الأجسام الطائرة، لكنه لم يستبعد ذلك. وهنا كما نرى ربما تفتقد أي دليل لتفسيرها، يعني المشاهدات موجودة أيها الأحبة ولكن لا يوجد تفسير لهذه المشاهدات. أحدى هذه المشاهدات نشرت على شبكة CBS الأمريكية الشهر الماضي. هنا طبعا أحد الطيارين في البحرية الأمريكية يقول إنه شاهد طبقا طائرا فوق المحيط الهادئ، ووصف الموقف بقوله: كان يبدو جسما أبيضا صغيرا، موضحا أنه كان مستطيل الشكل مثل حبات النعناع أو اللبان. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الموضوع، ولكن هذه الأطباق قد تكون موجودة يقينا أو قد تكون تأتي تزور هذا الكوكب وتذهب. بعض العلماء يعتقد أن هناك حضارات متطورة أكثر من الحضارات الموجودة على البشر، يعني هذه الكائنات الفضائية تنظر إلينا على أننا متخلفين جدا. ربما لديهم وسائل للسفر قد تكون أسرع من الضوء، ربما لديهم تقنيات لاستغلال طاقة الجاذبية في الكون وأشياء أخرى لا يحتاجون إلى وقود أصلا للتحرك عبر الكون. كل هذه الأمور أيها الأحبة، أنا الذي يهمني أنا كمؤمن ألا أنكر وجود حياة في الكون، بغض النظر سواء كانت على شكل أطباق طائرة أو كانت كائنات مجهولة أو كانت دواب تدب في مكان ما من هذا الكون. يجب علينا أن نعتقد أن الحياة مبثوثة وموزعة في الكون، وهناك دلائل كثيرة تحدثنا عنها تأتي مع النيازك البعيدة التي تضرب الأرض، تكون محملة بجزيئات عضوية، وهذه الجزيئات العضوية هي أساس البروتينات وهي أساس الحياة وأساس تشكيل الخلايا. لذلك أحبتي في الله، أنا أعتبر مثل هذا التقرير هو إثبات جديد على صدق القرآن العظيم الذي أشار إلى هذه الكائنات عندما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبصرنا بهذا الدين وأن يزيدنا علما نافعا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.